من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدعاء لا شك أنه حسب النصوص الشريفة بل حسب ما يدرك العاقل جوانب منه، الدعاء شيء هام جدا في حياة الإنسان. سؤالان: السؤال الأول، ما هو أساس الدعاء الذي بالفرق في درجاته يكون الدعاء بدرجات مختلفة؟ السؤال الثاني، ما هي قيمة الدعاء؟ السؤال الأول، ما هو أساس الدعاء؟ هذا الشيء يدركه كل شخص. أساس الدعاء كلمة واحدة: الفقر، الاحتياج. لماذا الإنسان يدعو؟ لأنه فقير، لأنه محتاج. هذا الفقر، هذه الحاجة، دركها هو الفارق بين دعائي ودعاء ولي من أولياء الله عز وجل. الفارق بين الناس في درجات الدعاء هو الفارق في درجات درك الفقر إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس، الخطاب للناس ليس للمسلمين فقط ولا للمؤمنين فقط. يا أيها الناس، أنتم الفقراء. إلى هنا شيء بديهي، كل البشر يدركون هذا الشيء. أنتم الفقراء إلى من؟ هذا بداية الفصل بين البشر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كثير منكم قرأتم العلوم العربية، ضمير الفاصل
الذي يقع بين كلمتين معرفتين، وبالتحديد بين المبتدأ والخبر. من مداليل ضمير الفاصل؟ من أهم مداليله، بل لعله أهم مداليل ضمير الفاصل، الحاصر. الحاصر يعني ماذا؟ يعني تجعل شيئا خاصا بشيء أو بشخص. الحاصر يعني ماذا؟ يعني تنفي هذا الشيء عن غير هذا الشخص أو هذا الشيء. الحاصر أحيانا يكون حصرا حقيقيا، أحيانا يكون حصرا إضافيا. يعني أحيانا النفي، نفي هذا الشيء عن هذا الشخص، نفي هذا الشيء عن غير هذا الشخص. هذا النفي أحيانا يكون نفي للحقيقة، أحيانا يكون نفي للكمال. مثلا مثال نفي الكمال، أنت ترى شخصا شجاعا جدا، مميز في الشجاعة، ماذا تقول؟ تقول الشجاع هو هذا. المبتدأ والخبر ماذا؟ هذا الشجاع. كلمة هو لماذا هنا أتي بها؟ هو ضمير الفاصل، تريد أن تقول كأنه لا يوجد شجاع غير هذا، ويوجد شجاع غير هذا، أما الشجاعة بهذه الدرجة من الكمال لا توجد، فكأنك فرضت أن الشجاعة خاصة بهذا الشخص. تقول الشجاع هو هذا، أو هذا هو الشجاع، تأتي بكلمة ضمير الفاصل. إذا قلت هذا الشجاع، هذا شجاع. إذا قلت الشجاع هذا، الشجاع هذا. أما عندما تأتي بكلمة بضمير الفاصل، ضمير الفاصل يفيد الحاصر، معناه أنه هذه الشجاعة الكاملة غير موجودة في غير هذا الشخص. تأكل طعاما لذيذا جدا، ماذا تقول؟ تقول الطعام هو هذا. الطعام ليس هو هذا فقط، ولكن هكذا طعام لذيذ كأنه غير موجود إلا هذا الطعام. هذا نفي للكمال، أحيانا نفي للحقيقة، كهذه الآية المباركة، والله هو الغني الحميد. لماذا؟ الله الغني مبتدأ خبر، الجملة كاملة. إذا قلت الله الغني، هذه جملة ناقصة؟ لا، المبتدأ الله، الخبر الغني، الله الغني. لماذا القرآن الكريم يقول والله هو الغني الحميد؟ لماذا كلمة هو هنا؟ ضمير الفصل، هذا ضمير الفصل هنا يفيد الحاصر، يعني الغني الحقيقي هو الله ولا غير. نفي للغنى عن غير الله سبحانه وتعالى، هذا نفي حقيقي، ليس نفيا إضافيا نسبيا، ونفي للحقيقة ليس نفيا للكمال. لا يوجد غني غير الله، هذا معنى العبارة. هذا المعنى صحيح أم لا؟ كل ما سواه فهو فقير إليه عز وجل. هذا المعنى لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، كل مسلم يدرك أن الله هو الغني ولا غير، كل ما سواه فهو فقير إليه عز وجل. ولكن الفرق بين الناس في درجة إدراك هذا المعنى. المسلمون كلهم يدركون درك فهم العبارة أن الله هو الغني، ولكن الدرك أدنى مستوياته فهم العبارة، فهم معنى الكلمات. الله يعني الله، هو يعني حاصر، الغني هذا المعنى ندركه كلنا.
ولكن الدرك أحيانا درك لمعنى العبارة، أحيانا لمس للعبارة كأنك تلمسه، أحيانا درك بكل وجودك. الماء هو شيء ضروري، الماء هو شيء حياتي في حياة الإنسان، هذا كلنا ندركه، كل البشر يدركون درك المعنى. الماء يعني الماء، حياتي شيء حياتي شيء حياتي، نفهم معنى العبارة. ولكن تعلم متى يدرك الإنسان درك لمس؟ عندما تصوم 16 ساعة مثلا أكثر في حر الصيف، تضطر أن تعمل في الشمس، درجة حرارة الشمس مثلا 70 درجة أو أكثر ساعات، بعد ذلك عند المغرب تريد أن تشرب الماء، هناك تدرك معنى أن الماء شيء ضروري. تدرك لا درك فهم العبارة، درك لمس. عند ذلك تفهم قيمة الماء، أليس كذلك؟ أما الإنسان الذي دائما يشرب الماء، الماء متوفر دائما، يدرك شيء اسمه العطش، يدرك شيء اسمه الماء، الماء شيء مهم، لا يلمس. الناس فقراء، ليس الناس، كل ما سوى الله فقراء إلى الله عز وجل، ندرك هذا المعنى، ندركه. ولكن درجات الناس في الدعاء باختلاف درجات فهم هذه الآية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المؤمن يدرك عمق الشيء. الإنسان المؤمن هذا المؤمن الرفيع الإيمان، أما المؤمن العادي فيدرك إجمالا. نحن نفهم الجنة والنار، نعم نفهم، مكان اسمه الجنة فيها النعم، مكان اسمه النار والعياذ بالله تعالى فيه أنواع من العذاب، هذه المعاني ندركها. ولكن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف المتقين يقول: فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هكذا يدركون الجنة والنار. أنا أدرك هذا هكذا الجنة والنار؟ لا. المؤمن رفيع الإيمان كأن الجنة أمامه، كأن النار والعياذ بالله أمامه، هذا درك وذاك درك، درجة الإدراك مختلفة. المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في دعاء عرفة، دعاء عرفة مقطعان، المقطع الأول نقله كل من نقل هذا الدعاء، المقطع الثاني البعض نقله. في المقطع الثاني من دعاء عرفة لعله في بداياته أو في بدايته لعله: إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، أنا في غناي فقير. النقطة الثانية: قيمة الدعاء. الدعاء حقا أقول كلما الإنسان يتعمق يفكر يتأمل يراجع النصوص الشريفة المنيرة شيئا فشيئا يدرك بأنه لا يدرك شيئا، يدرك بأن معلوماته عما يرتبط به تقريبا صفر، إلا أقول تحقيقا صفر. أولا ثانيا، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إياك نعبد، اهدنا الصراط، سورة الحمد.
سورة الحمد لعلها تكشف أو هي بالفعل هكذا فيها تدرج، تدرج في نعم الله سبحانه وتعالى. المرحلة الأولى نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى علينا اسمها ذكر الله، اسمها أنني بلساني أذكر اسم الله عز وجل، نعمة جدا عظيمة. الله الله، أنا أذكر اسمه الشريف بهذا اللسان التافه، بهذا اللسان الذي لا يسوى شيئا، هذه نعمة عظيمة. الله سمح لي، أمرني بفضله وكرمه بلطفه أنني أجري هذا الاسم الشريف على لساني. هذه نعمة عظيمة جدا، حسب تعبير الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في إحدى أدعيته، هذه من أعظم النعم. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. لعله في مناجاة الذاكرين، لعله أو في هذه المناجاة، إلهي لولا، لعل العبارة هكذا، إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، إلى أن يقول صلوات الله عليه: ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. لولا أنني واجب علي أقبل أمرك يا إلهي، أصلا كنت أنزهك عن أنه أنا أذكرك بلساني. ما هذا اللسان التافه الذي أجري عليه هذا الاسم الشريف؟ أنا لا أستحق، ولكن أنت أمرت بلطفك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. في بداية سورة الحمد ماذا تقول؟ تقول بسم الله، تذكر اسم الله. تقول الحمد لله، تذكر اسم الله. هذه نعمة عظيمة. بعد ذلك الله عز وجل يرفعك، يسعد بك، يرقيك، تقول إياك نعبد، تنتقل من مرحلة الغيبة إلى مرحلة الخطاب. مرحلة الخطاب يعني القرب. أنت عندما تريد أن تتحدث عن شخص بعيد عنك تأتي بضمائر الغائب، أما عندما تتحدث عن شخص قريب منك تخاطبه: أنا 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 في هذا الكون، ما هو وجودي؟ أنا الذي لا قيمة لي في هذا الكون، الله عز وجل يأمرني تفضل عظيم علي. أنت الإنسان العادي، خاطب من؟ خاطب الله عز وجل. كم هذا عظيم الله، يعني شيء غريب في العظمة، لطف عجيب أصلا، تفضل عجيب من الله سبحانه وتعالى، وليس عليه عجيبا، وليس على فضله عجيبا. أخاطب من؟ أخاطب خالق أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليه. أنوار محمد وآل محمد يخاطبونه، هذا شيء؟ أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، صلوا عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هؤلاء كل شيء في هذا الوجود، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هؤلاء كل شيء، هؤلاء يذكرون الله عز وجل، يخاطبون الله عز وجل، هذا شيء؟ مرة أنا التافه، أنا الأصغر من الذرة، أصلا الذرة ما هي؟ أنا لا شيء في هذا الكون، حجما، قدرة، علما، فهما، أنا شيء، أنا ماذا في هذا الكون؟ أنا لا شيء في هذا الكون. الله يسمح لي أن أخاطبه، أخاطب خالق أنوار أهل البيت، أية عظمة هذه. ثم بعد ذلك الله لا يكتفي بهذه الدرجة لي، يرفعني أكثر من ذلك. ليس فقط تخاطبني
اطلب في هذا الخطاب، اطلب حاجتك مني مباشرة، اهدنا الصراط المستقيم. هذه أي درجة؟ نفهم أصلا درجة الدعاء نحن مع قطع النظر عن استجابة الدعاء. لنفرض الدعاء لا يستجاب، لنفرض أنني متأكد من أن هذه الدعوة لا تستجاب، هو الدعاء له قيمة، الدعاء هو تفضل. أنت تقول إلهي، أنت تقول إلهنا، أنت تقول اللهم، هو هذا بحد ذاته له قيمة. هذه نعمة عظيمة علي، أصل الدعاء مع قطع النظر عن استجابة الدعاء. الله قبل بك أن تخاطبه، أن تطلب حاجة. المفروض، وهذا بالفعل مفروض علينا، المفروض أنه أنا أجعل بيني وبين الله عز وجل 20 واسطة، 50 واسطة، 100 واسطة، 1000 واسطة. أين أنا من الله؟ اجعل وسائط، والله أمر بذلك، وابتغوا إليه الوسيلة، لازم وسيلة، ولكن في نفس الوقت الله يأمرك أن تخاطبه مباشرة. ادعوني، الله من عظمة هذه الكلمة. هذا أولا. ثانيا إخواني، في هذا الكون توجد قوى الشر وقوى الخير، دائما يوجد تجاذب قوي بين قوى الشر وقوى الخير. قوى الشر ومنها إبليس ومنها الشياطين، قوى الشر بكثرة، قدرات كبيرة. قوى الخير بكثرة، قدرات كثير كبيرة. تجاذب هذه القوى تجذب نحو الشر باستمرار، هذه القوى تجذب نحو الخير باستمرار. إحدى البنود المهمة في قوى الخير الدعاء. الدعاء جدا 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 عظيم في قوى الخير، في تقوية قوى الخير. أحيانا قوى الشر لا تتمكن أن تتغلب على قوى الخير، ولكن تتمكن أن تضعف قوى الخير. الدعاء يقوي قوى الخير في هذا الكون إخواني. الدعاء أحيانا يحبس الشيطان. يعني ماذا يحبس الشيطان؟ يعني قوة كبيرة في قوى الشر يصبح مكبلا، لا يتمكن أن يصنع شيئا. أنا لا أقول دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، هذا دعاء لعل كثير منكم تقرؤونه، دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لولده صلوات الله عليهم، في مقطع من تقول، تخاطب الله عز وجل. الإمام عليه الصلاة والسلام كان يقول، كان هكذا يخاطب، يقول عن الشيطان، يقول إلهي أو اللهم، اللهم لعله، اللهم فقهر سلطانه، سلطان الشيطان، اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك. كثرة الدعاء توجد وتوجب حبس الشيطان. الشيطان يحبس، الشيطان إذا حبس كم من قوى الشر تضعف؟ تعلمون الشيطان من أهم قوى الشر. طبعا كثرة الدعاء، أصل الدعاء له ميزة، كثرة الدعاء الإنسان باستمرار يدعو، يقول اللهم إلهي، يطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء يوجب ويوجد حبس الشيطان. الشيطان يحبس حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء. تحبسه عنا كيف؟ بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك، أصبح معصوما من الشيطان. والشر الأخرى موجودة، الشيطان يذهب، وهذا يؤثر على تضعيف مجموع قوى الشر. قلت مع قطع النظر عن استجابة الدعاء، لنفرض أصلا ولا دعاء يستجاب، هذه ميزة في أصل الدعاء. يستجاب هذا الدعاء، لا يستجاب هذا الدعاء، هذا موضوع ثاني. إخواني لاحظوا القضية معادلة واضحة، يعني لا تحتاج إلى معادلة معقدة صعبة. الشيطان واضح، هذا من أهم مهام الشيطان، أنه يجعل فاصل بينك وبين الله عز وجل، أليس كذلك؟
لا أقول من أهم، هذا أهم مهمته. ما الذي يريد الشيطان؟ يريد أن يقطع الفاصل بينك وبين الله عز وجل. كلما قلت اللهم، كلما قلت إلهي، صار توجه يعني صفعة للشيطان. مرة ثانية صفعة ثانية يدوخ، صفعة ثالثة، صفعة رابعة، صفعة عشرة يطيح، خلص يسقط، يحبس، سقط يعني ماذا؟ خلص مكبر، سقط، لا يتمكن أن يصنع شيئا. كثرة الدعاء صفعات للشيطان، لأنه ارتباط، هو ضد الارتباط. أنت توجد الشيء الذي الشيطان يسعى لفصله، هذا الشيء تقويه 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 إلى أن يسقط الشيطان. معادلة واضحة يعني، هذه العبارة للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام معادلتها واضحة. اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، معادلة واضحة. هذا أولا، وثانيا أيضا موارد وموارد قيمة الدعاء. الدعاء له قيمة. في هذا الأسبوع القادم في يوم الثلاثاء بالتحديد، يوم مميز للدعاء، يوم عرفة. طبعا في يوم عرفة زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لها فضل استثنائي 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 لا يدرك عظمته خيرة المؤمنين، لا يدرك عظمته لا أنا وأمثالي، ابن أبي عمير لا يدرك عظمته. في الروايات الشريفة الواردة في أهمية زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة أصلاً أشياء لا نتمكن أن نتصور هكذا عظمة، هكذا ثواب، هكذا أثر، حتى الآثار الأخرى غير الثواب شيء غريب. مع قطع النظر عن زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك لعله أفضل شيء في يوم عرفة الدعاء. نقرأ الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عظيم جدا، ولكن أعظم من هذا أن ندعو بتلك الأدعية. قراءة هذه الأدعية فيها عظمة. الإنسان يقرأ دعاء الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، يقرأ دعاء الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين له ثلاثة أدعية في الصحيفة السجادية على ما ببالي في يوم عرفة، خاص بيوم عرفة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عنده ثلاثة أدعية أكثر لعله في كتاب الدعاء والزيارة موجودة هذه الأدعية، أدعية مفصلة. الإنسان يقرأ هذه الأدعية عظيم، ولكن الأعظم من قراءة هذه الأدعية الدعاء بهذه الأدعية. مرة قراءة، القراءة شيء عظيم، الأعظم من القراءة أن تدعو، لا فقط تقرأ بلسانك، لا تدعو، تدعو، تطلب، تتوجه، ترتبط بالله عز وجل. بدل أن يقرأ الإنسان الدعاء في نصف ساعة، يقرأ الدعاء في 40 دقيقة، يدعو بهذا الدعاء، يطلب من الله سبحانه وتعالى. والتركيز على شيئين، الأدعية لغيرنا، الأدعية لأنفسنا. في الأدعية لغيرنا، الإنسان المؤمن يدعو لغيره، يدعو لأبيه، لأمه، لعمه، لخاله، لصديقه، لأقربائه، للمؤمنين والمؤمنات، شيء عظيم. ويدعو لنفسه. في الأدعية لغيرنا، في الدعاء لغيري، التركيز الأكيد الأكيد على الدعاء لإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو أساس كل الأدعية. أصلا قيمة الإنسان المؤمن بأنه يدعو لإمام زمانه، يجلب قوى الخير في هذا الجانب، أصلا قيمتنا هذه، وجودنا لأجله أصلا. التركيز، التركيز على الدعاء لتعجيل فرجه، التركيز على الدعاء لسلامته، وهو غني عن أدعيتنا، هذا تكليفنا. قلت هو غني عن أدعيتنا، ولكنه ليس غنيا عن ربه عز وجل. الدعاء طلب من الله عز وجل للإمام، هو فقير إلى الله عز وجل. الدعاء لتعجيل فرجه، الدعاء لسلامته، الدعاء له. في يوم عرفة لا ندعو لتعجيل فرج الإمام مرة، مرتين، 3 مرات، 20 مرة، 50 مرة،
طلب طلب التركيز، ندعو لآخرين أيضا، ولكن التركيز في الأدعية لغيرنا، الدعاء لإمام زماننا، في الأدعية لأنفسنا، التركيز على التوبة، على طلب غفران الذنوب، أمور أخرى نطلبها، أمور مهمة غير مهمة، دنيوية أخروية لأنفسنا، ولكن التركيز على غفران الذنوب، على أن يفتح الله سبحانه وتعالى صفحة جديدة. الله عز وجل يمحو السابق السيء منا، يمحوه ويمحو آثاره ويمحو تبعاته، التبعات، الويل الويل من تبعات الأعمال السيئة، العياذ بالله، يمحوها يمحوها كليا. إلهي افتح صفحة جديدة لي، اعتبرني كأنني أنا مولود الآن، من الآن ابدأ معي. شخص، لا أريد أن أذكر تفاصيل، عند مرقد واحد من أولياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام، يقول: فكرت مع نفسي ماذا أصنع هنا، خطر ببالي أنني أقوم وأصلي ركعتين صلاة التوبة مثل صلاة الصبح، الطريقة السهلة لصلاة التوبة، صلاة الرجوع إلى الله عز وجل: إلهي أرجع إليك. قمت توجهت توجها كذائيا، كبرت بدون تفاصيل، لا علي بالتفاصيل، إجمالا قيل له كيف الآن، ليس لست بصدده، قيل له: أنك بعد أن صلى الصلاة الكذائية بالتوجه العالي صلاة التوبة، قيل له: أنك بحاجة إلى أن تتوب إلى الله عز وجل من هاي صلاتك، الصلاة بالتوجه الكذائي، بتوجه بدرجة رفيعة، أنت تحتاج أن تتوب إلى الله عز وجل، تستغفر الله عز وجل من هاي الصلاة. لعله باعتبار توجه عالي حدث له، حصل له في هذه الصلاة، لعله ركن إليها، اعتمد عليها. الله غفور رحيم، أنا أيضا صليت صلاة التوبة بانقطاع، بتوجه رفيع عالي، الله غفر لي. الركون، الاعتماد، أنت تحتاج أن تستغفر الله عز وجل من اعتمادك على هذه الصلاة. الاعتماد، الركون، التوكل، التوكؤ فقط وفقط على فضل الله وألطاف محمد وآل محمد صلوات الله عليه. على شيء واحد فقط، هذا شيء واحد الذي قلته، ليس شيئان، ليس شيئين، فضل الله، ألطاف أهل البيت، هذا شيء واحد فقط، الاعتماد على هذا الشيء، غيره غلط. الإنسان يصلي بانقطاع، يصلي بتوجه، بخشوع، هذا شيء عظيم، هذا شيء جيد. الإنسان في كل كلمة يقولها في الصلاة يتوجه إلى الله عز وجل، هذا شيء جيد وشيء ممكن، شيء سهل، ولكن الركون والاعتماد على هذه الأشياء، على أفضل أعمالنا. أنا خلال 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، أكثر أقل، أفضل عملي ما هو؟ العمل الفلاني فرضا، أفضل عملي والله يعلم ما هو أفضل عملي، أعتمد على أفضل أعمالي، هذا غلط. الاعتماد على الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله،
والله هو الغني الحميد. ما هو الدليل؟ إن يشأ، دليل جدا واضح، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله الذي خلق نور محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى آله، هذا الشيء العظيم يعجز والعياذ بالله، والعياذ بالله من هذا الكلام، عن أن يخلق مثلي ومن أمثالنا، وما ذلك على الله بعزيز. طبعا أصبحنا على مقربة أيضا من عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار، هذا العيد العظيم، السعي لإحياء هذه الذكرى في كل الظروف. البعض يتصور أنه إذا كانت ظروف خاصة يلزم أن لا نحيي هذه الذكريات المفرحة السارة، أبدا، ذكريات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المفرحة، ذكريات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الحزينة، في كل الظروف يلزم أن تحيا، في أصعب الظروف يلزم أن تحيا. أحد العلماء، أنا أتذكر، مات بفاجعة مؤلمة اثنان من ولده في حادث، وأحب ولده الذي كان يعتمد عليه أحدهم، كان هكذا أحدهما، كان هو مفجوع وكل من حوله كانوا مفجوعين، فاجعة كبيرة كانت، شخصية كبيرة كان ذاك. بعد أيام قلائل صارت ذكرى فرحة من أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أقامها في داره وحضر بنفسه. صحيح هذا؟ عندي أحزان، عندي، لا، ذكريات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تخضع لقضايانا الخاصة. إحياء عيد الغدير لا يرتبط بقضية فرحة الآن شخصية. عيد الغدير عيد عظيم، يوم عاشوراء يوم حزن عظيم، لا يرتبط بأفراحنا. لو كنت في أشد الأفراح، عاشوراء 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 حزن، ذكريات أهل البيت السارة الحزينة لا تخضع لقضايانا الخاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأحب الخلق إليه محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحجة، بحق الحجة، اشف صدر الحجة، بظهور الحجة. إخواني، هذا الدعاء دعاء عجيب جدا. أولا تذكر الله عز وجل بعنوان ربي، لا، إلهي أنت رب الحجة، الله رب كل شيء ورب كل شخص، ولكنه رب الحجة، هذا الشيء، هذا الشخص الذي هو كل وجود هذا الكون، إلهي أنت ربه. ثم تقسم على الله عز وجل بهذا القسم الأعظم بحق الحجة، ثم تطلب من الله سبحانه وتعالى أعظم طلب، اشف صدر الحجة. اللهم يا رب الحجة، بحق الحجة، اشف صدر الحجة، بظهور الحجة. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. إلهي، بحقه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم اجعلنا من خيرة خدامهم في الدنيا، اجعلنا من خيرة التابعين لهم في الدنيا، اجعلنا من المتمسكين بهم في الدنيا والآخرة. اللهم اشملنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله
رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.